Internasional sudah menjadi lapangan bagi beliau. Dari berbagai sumber yang sempat kami baca, mulai dari Iran, Malaysia, Pakistan, Kanada, Hong Kong, Singapura, bahkan India sudah beliau jelajahi. Dan beliau bergelar sebagai qori internasional terbaik sewaktu menjuarai MTQ di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2008. Dan di Iran pada tahun 2009. Perjalanan yang sungguh sangat luar biasa yang menjadi sebuah inspirasi bagi para qori-qori muda khususnya di Kabupaten Lumajang. Inilah untuk Anda kami persembahkan dengan semangat yang membara luar biasa dan istimewa, qori internasional kita Al-Mukarram Kyai Haji Mukmin Ainul Mubarak. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Alashan Quran kalamullah fastami'u ya habiballah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiya wa kadzalika anzalna Qur'anan Arabiya صرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعن لهم ذكرا فتعالى الله
فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن وقل رب زدني علما فتعالى الله وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق وقل رب زدني علما. فتعالى الله فتعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن إليك وحيه وقل رب زدني علما. الله أكبر. بسم الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم فهم إلى الجنة الزمرا حتى إذا جاء فتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين
حتى حتى وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين حتى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها و
وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت فادخلوها خالدين. لا والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد إذا جاء نصر الله والفتح إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قل هو الله أحد. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قل هو الله أحد لله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد لم يلد ولم ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. على رسول الله وصحبه الأخيار. Baik, untuk selanjutnya menutup majelis ini akan diserandukan langsung sholawat al-kiram.